في اللحظة اللي أنا بصور فيها الفيديو ده أنا ليا أكتر من 25 كورس مسجل أونلاين مع منصات ومواقع كورسات أونلاين مختلفة. كل المواقع اللي أنت ممكن تكون بتشوف ليها إعلانات أونلاين على أي موقع سوشيال ميديا تقريبا هيكون ليا كورس عندهم، سواء بنتكلم على اعمل بيزنس، ينفع، كارير 180، بلان بي، اي يوث، كرياتيف، انوفيتو، مثلا مين تاني، يعني انا موجود على تقريبا 10 مواقع. طيب وجودي على المواقع دي بيخلي ان مدربين كتير او بروفيشنالز، ناس عندها معرفة تقنية وعلمية ولكن مش بيشتغلوا في مجال التدريب، بيكونوا بيبعتولي عشان يسألوني على الكورسات دي او المواقع دي ازاي يكونوا موجودين عليها. انا يعني بدمج بين الناحيتين، بدمج بين ناحية البروفيشنال اكسبيرينس او شغلي مع منظمات ومؤسسات دولية او شركات جوه مصر وبرا مصر، ومن ناحية تانية انا بشتغل في التدريب من 2015 بجانب الشغل، فthat's why انا ممكن مجمع الاثنين وموجود من زمان اوفلاين قبل اصلا موجة الكورسات الاونلاين دي. انا كمان كان عندي اليوتيوب شانل بتاعتي اللي بصور عليها كورسات تقريبا من 2017 او 2018، فده المجال كله كنت موجود فيه، ويمكن ده يعني يخليني اخد شوية authority ان انا اشارك معاك الخبرات دي عشان تقدر انت كمان تبدأ تعمل الكورسات الاونلاين دي. اول سؤال اصلا هو انا ليه اعمل الكورسات دي، وده مش بسأله لك عشان انا بقنعك، لا انا بسأله حتى لواحد هيكون مقتنع وهو اللي جاي يسألني اصلا ازاي يدخل على المواقع دي او ازاي يبدأ فيها. فده بيكون اول سؤال ليا لاي حد بيبعت لي، انت اصلا عايز ايه من الكورسات دي او عايز ايه من المواقع دي؟ فدايما start with the why، انت حابب تبدأ الموضوع ده ليه؟ ايا كان التاسك، مش بتكلم بس على انك تسجل كورسات اونلاين. تسجيل كورسات اونلاين هو كله فوائد او كله منافع. لو بنتكلم على البيرسونال براندنج، ان انت هتسوق لنفسك، سواء انت عايز تشتغل على حاجه كفريلانسر او عايز تشتغل في الوظيفه الفول تايم جوب بتاعتك فروم 9 تو 5، انت محتاج تكون بتسوق لنفسك، والكورسات الاونلاين اللي مسجله دي بتكون واحده من المميزات او واحده من الحاجات اللي بتساعدك جدا جدا في التسويق الشخصي. انا مثلا لما باجي اشتغل في شركه انا حاطط اليوتيوب شانل بتاعتي في الهيدر بتاع السي في بتاعي اللي انا بعته لاي مكان انا بقدم عليه، في الاول خالص كده اسمي ورقم تليفوني وايميلي وساكن فين واللينك بتاع لينكد ان واللينك بتاع اليوتيوب، عشان انا عايز الناس تدخل على اليوتيوب شانل بتاعتي ويشوفوا الكورسات اللي انا عاملها او الفيديوهات اللي انا مسجلها او البروموز بتاعه الفيديوهات او الكورسات اللي انا مسجلها مع المواقع المختلفه. ده بيديني كريديبيليتي اكبر وبيخلي الناس انترستد اكتر انها تشوف مين الشخص ده. انا يعني حتى بعد ما اشتغلت في الاماكن اللي اشتغلت فيها لقيت ان مديري المباشر ومديره ومدير مديره كانوا عارفين عن اليوتيوب شانل بتاعتي، وهم عرفوا منها، في ناس كانت عارفه قبل ما اتوظف اصلا او قبل ما يشوفوا السي في، وناس بعد ما جالهم السي في وخلال الانترفيوز كانوا بيدخلوا على اليوتيوب شانل، وكان الانترفيو هو مجرد تحصيل حاصل، هو خلاص احنا شفنا ان الراجل ده يعني ان شاء الله هيكون بيفت معانا، فاحنا بس بنتاكد من الانترفيو ديت، بنتاكد ان هو بيفت مع الفاليوز بتاعه الشركه وعنده الريكوايرد اكسبيرينس او المعرفه المطلوبه عشان يشتغل معانا في الشغل. فده اول ميزه في تواجدك اونلاين. تاني حاجة ان ده ممكن يفتح لك ابواب لسايد جوبز. انت دلوقتي والله تشتغل from 9 to 5 في الشركة، طيب ما ممكن يبقى عندك passive income، وان كان الكلمة دي بيفترى عليها في حاجات كتير اللي هو ايه، هات بس ال 30,000 جنيه اللي انت محوشهم وانا شغلهم لك معايا وهدي لك فلوس كل شهر وبتاع، يعني ده بيبقى نصب اغلب الاوقات، بس لو احنا نتكلم على الكورسات انت ممكن يكون بيدخل لك دخل شهري او ربع سنوي كويس جدا من خلال وجود الكورسات بتاعتك اونلاين، سواء مع المنصات دي او لو انت اللي بتريكورد الكورسز بتاعتك وحاططها على موقع زي يوديمي مثلا او تيتشبل او غيره من الويب سايتس، او ان انت بتسجل الكورسات دي
وبتدي كورسات يعني لايف اللي هي انتراكتف مش ريكوردد، فكل الحاجات دي بتكون مفيدة بالنسبة لك او يعني دخل جانبي كده تقدر تتسند عليه لو لا قدر الله احتاجت فلوس زيادة. ربنا ما يحوجنا يعني لفلوس وتبقى دي بس حاجات اكسترا مش حاجات يعني هي الاسنشال او اللي احنا بنبقى بنعتمد عليها بشكل اساسي في مصدر دخلنا ورعايتنا لأسرنا يعني. فدي نقطة تانية. الاثنين دول بشوفهم يعني تقريبا الدوافع الكبرى لاي حد ان هو يبدا ايه الشغل بتاعه. بيجي معاهم كمان انك تعمل زكاة علم. احنا عايزين لما نروح لربنا كده نبقى ايه ما سبناش حاجه معانا خبيناها على حد، او ما سبناش معلومه عندنا كنا نقدر نفيد بيها حد وما ندهلوش. ده زكاة علم، صدقه جاريه، حتى بعد ما نموت يبقى ميزان حسناتنا لسه مستمر من خلال ان حد بيتفرج على فيديو او على كورس ليك اونلاين. فزكاة العلم دي هتشوف أثرها في علمك أنت كمان، وفي المعرفة اللي أنت بتقدر تتحصل عليها أنت كمان، وفي صحتك، وفي بركة. يعني زكاة العلم دي بركة في حياتك كلها، فما تبخلش على حد بمعلومة. أنا مثلا بسجل الكورس ده ليه؟ أنا نفسي أن الناس تستفاد، ونفسي أن الناس كلها تسجل كورسات، ونفسي أن كل حد عنده معلومة يقدر يباسيت اون أو يديها لحد تاني ويستفاد بيها. هل ده معناه ان مثلا في ناس بتشتغل معايا في نفس الكارير هيسجلوا الكورسات على المواقع اللي انا عايز اسجل عليها، فبالتالي الموقع ده لو انا جيت اكلمه يقول لي الكورس ده تسجل؟ ما يتسجل، المواقع كتير والناس كتيره والناس عايز تستفاد، ويعني المواقع وقفت على الموقع ده. بالعكس، لو انت سجلت الكورس ده فانا برضو ايه كسبان معاك واخد معاك حسنات، فما فيش عندي اي مشكله. بالعكس، انا نفسي الناس كلها تستفاد والناس كلها تشارك المعرفه او المعلومات اللي عندها. دي حاجه تكون يعني جميله جدا، وانا بنبسط لما اي حد اعرفه او ما اعرفوش الاقيه مسجل كورس، وبنبسط جدا ان المعلومات اللي عنده دي، وخاصة لو انا عارف ان هو يعني شخص خبير في مجاله، فانا بنبسط جدا ان المعلومات دي بقت موجودة. نروح لربنا كده ايه استهلك تماما او 100% كونسيومد كده، ان خلاص احنا كل اللي عندنا سبناه قبل ما نطلع ونخلص مدتنا يعني. طيب، دي كده كانت السبب الدافع why to record your courses او your knowledge in courses. يعني ممكن يبقى عندك دوافع تانية غير زكاة العلم او الفلوس او السايد جوبز، ممكن، بس يعني دي الحاجات الاساسية على الاقل بالنسبة لي وبالنسبة لاغلب الناس اللي اتكلمت معهم. طيب، انت اقتنعت واشتريت مني الموضوع ده، هتبدأ ازاي؟ المواقع دي صحيح ان انا دلوقتي يعني جامد زحلية، او المواقع دي هي اللي بتكلمني وهي اللي بتتواصل معايا اغلب الاوقات عشان انا اللي اسجل معاهم، وما سجلش كورس واحد بس، اسجل كورس واثنين وثلاثة، وكورسات بتبقى بي تو بي اللي هي LMS Learning Management System، يتباع لشركات internal، شركات جوه مصر وبرا مصر، او بتبقى بي تو سي اللي هي Business to Customer Individuals، هما اللي بيشتروا الكورسات. المواقع كتير، بس انت بتتواصل معهم ازاي؟ مش دايما انت اللي بيقولك، ما انت برضو ممكن تروح تخبط على الابواب، ودي حاجة مش عيب. دايما بتكلم على الفير اوف ريجكشن، ايه يعني ما يرفضوك؟ والله هتبعت لهم هيقولوا لك اعمل لنا ديمو، ما عجبهمش خلاص يعني بين البيع والشراء يفتح الله، ما فيش مشكلة. عملت الفيديو بتاعك، جيت تقول لهم، قالوا لك طب ابعت لنا اي كورسات عملتها قبل كده، لقيت ان انت ما كانش عندك كورسات قبل كده، فقالوا لك لا مش هينفع وبتاع، عادي مفيش مشكله خلاص، يبقى انت عرفت ان انت محتاج تعمل كورسات قبل كده. فنوع هنا بقى في الدايلاما كده بتاعه البيضه الاول ولا الفرخ. طب عشان اسجل معاهم كورسات وما عايزين يبقى ليا كورسات قبل كده، وانا عشان يبقى ليا كورسات قبل كده لازم اسجل معاهم كورسات، هنعمل ده ازاي؟ هنتكلم في ده كمان شويه، بس ده سهل. انت ممكن يعني ابسط حاجه لي انك تعمل كورس على اليوتيوب، سجل لنفسك في البيت، ما اسهل دلوقتي اهو، انا حاطط الموبايل قدامي وبصور، موضوع بسيط. هتلاقي عندي بقى الفيديوهات على اليوتيوب شانل بتاعتي، ان انا في الاستوديو بقى في البيت او كده، عامل برضو هوم استوديو بسيط جدا جدا، اللي هو بنسميه استوديو على قد الجيب، وان مان استوديو كده، جايب شويه اضاءه على المكتب على الكروما، ومظبط حالي يعني بالمايك والكاميرا او الموبايل، والدنيا بتظبط يعني. اللي عايز يعمل حاجه هيعملها. العيال بتطلع على التيك توك وبتعمل فيديوهات بموبايل يعني قديم جدا، يعني حتى موبايلات مش اللي هي ماسك لك ايفون يعني، لا عادي معاك ايفون هتصور بيه، مش معاك صور باي حاجه يعني. فمش دي المعضله. فهاو تو كونكت بقى، زي ما تقدم على اي وظيفه. اولا انت لو دخلت على اي ويب سايت هتلاقي في عندهم حاجه كده ابلاي از ان انستراكتور او ابلاي از ا ترينر، هتلاقي في اغلب المواقع ان بيبقى عندهم الاوبشن ده.
ممكن تلاقيه مثلا في الفوتر، ممكن تلاقيه في الهيدر فوق، ممكن ما تلاقيهوش مباشر مثلا سجل كمحاضر، ممكن تدوس على كونتاكت اس او كونكت وذ اس او تواصل معنا، وبعدين لما تدخل بيقول لك بقى والله انت عايز تتواصل معنا كشركه ولا كحد عايز يشتري كورسات ولا كمدرب، وساعتها انت بتختار يعني الحاجه المناسبه ليك. مش حاطين ده خالص، شوف الايميل بتاع hello@xyz.com، هشوف الايميل بتاع انفو، شوف الايميل بتاع اي حد. ما لقيتش كل ده يدخل على لينكد ان، اكتب مثلا اسم الشركه ايا كان المنصه دي او الموقع ده، هتلاقيه على لينكد ان، بتلاقي الامبلييز مثلا في مثلا 500 واحد شغال في الشركه دي، بتختارهم تشوف مين فيهم اللي ممكن يبقى مسؤول في التايتلز، يعني مين اللي ممكن يبقى مسؤول عن حاجه زي كده. هتلاقي في مثلا حد اسمه اي ليرنينج ديزاينر، انستراكشنال ديزاينر، ليرنينج مانجر، كونتنت ديفلوبر، كريكولم ديفلوبر، مثلا برودكشن مانجر، هتلاقي حاجات كتيره قوي، يعني ممكن مسميات كتيره تقدر تفيد في الموضوع ده. ما لقيتش اي مسمى فيهم ينفع، اشوف اكاونتنت، شوف سوشيال ميديا ماركتر، شوف اي حد يدخلك ليهم، مفيش اي مشكله. طب يعني انا كده مش ببيع نفسي وانا كده هسترخص، ده انا راجل عندي 18 سنه خبره وعيب يعني وبتاع. خلاص عيب، يبقى خليك بقى واقف الفيديو وما تكملش الفيديو، عشان ايه انت كده الفيديو ده مش ليك. انا دلوقتي ايه يعني عندي 15 سنه خبره ورايح اكلمه، والله انا دلوقتي ببعت لهم البورتفوليو بتاعي، لو هم وافقوا يبقى هم انترستد في الحاجه اللي عندي، ما وافقوش ما مش حاجه تعبني عادي، الكورسات بتاعتي مش مناسبه ليهم، الريت بتاعي اعلى من اللي هم عايزينه، من اللي عايزين يدهوني، المواضيع اللي انا بقدمها مش هي دي المواضيع اللي بتفت مع تارجت اودينس بتاعهم، فعادي الاسباب كتيره. وانت حط نفسك مكانه، ممكن يبقى عندك استراتيجي معينه، عندك بلان معينه تخليك ما تقبلش، مفيش اي مشكله. هو مش محدش عارف ان انا اترفضت، يعني انتوا لسه عارفين دلوقتي في الفيديو ده ان انا ممكن اكون قدمت عند ناس وما يقبلونيش، مفيش اي مشكله. لكن بره الناس كلها شايفين مين ابو العينين ده، اجمد واحد في الكون اللي عامل كورسات وبيروح في عادي كده. ده طبيعي، ده باي ديفولت، انا مش بقول سر يعني، ما اكيد انا اترفضت في حاجات كتير، اكيد قدمت على وظايف واترفضت، اكيد لا ده مش اكيد، لان انا قدمت رحت كلمت اهل بسمه وقبلوني من اول مره، ما لفتش على حاجه ده. بس في ناس تانية بتروح تتقدم وتترفض، في ناس بتعمل بروبوزلز لشركات وتترفض، فعادي يعني، فاحنا بنترفض في حاجات كتير. بس ففكره ان انت هاو تو كونكت زي ما اتفقنا، يا اما من على الويب سايت بتاعهم، يا اما من على لينكد ان بتبدا تتواصل معهم، يا اما حتى من على لينكد ان او فيسبوك، ان انا بلاقي مثلا صاحبي، مش لازم يبقى كلوز فريند يعني، ممكن يبقى واحد عندي على السوشيال اكاونت، لقيته نزل كورس معين في موقع، عادي ممكن اتواصل معاه، مساء الفل يا باشا عايزين ندخل الموقع ده، ممكن توصلني بحد هناك، عادي الموضوع بسيط جدا. انا لما حد بيجي يقول لي الكلمتين دي مفيش مشكله، انت ايه الكورسات بتاعتك وخدها، وعايز يعني ممكن لو انا عندي وقت شويه ان انا اتناقش معاه واعرف ايه الكورسات وطبيعتها وبتاع، وبعدين ارشح له الموقع المناسب فبرشح له. لو هو عايز الكورس اللي انا لسه منزل عنه بوست ده مع موقع اكس مثلا، هو عايز يتواصل معاه، طب يا عم الكونتاكت بتاع مثلا الكوميونتي مانجر بتاعتهم او الكونتاكت بتاع السي او، لان اغلبها ممكن تبقى شركات صغيره، عادي جدا السي او هو اللي بينسق الموضوع، مفيش اي مشكله. نفس الوضع على فكرة، أنا طلعت في التلفزيون مثلا 8-9 مرات، طلعت ازاي؟ يا إما المعد هو اللي وصل لي، يا إما أنا كلمت المعد، أو ما كنتش أعرف المعد بشكل مباشر، كلمت حد طلع مع المعد في البرنامج ووصلني ليه. فهي دايما it's all about networking، هي I know someone who knows someone who knows someone، نفس الموضوع كده، إيه سول كان عارف حد هيخلص له الموضوع، فأنت كمان تبقى الكونكشنز، والله أنا احتاجته النهاردة، ما هو بكرة ممكن يحتاجني، ما احتاجنيش خلاص يعني هاخد ثواب، يعني الموضوع بسيط. انا يعني بس الموضوع بتكلم وباكد في النقطه دي كذا مره، لان الناس بتبقى عندها فير اوف ريجكشن عالي جدا جدا جدا، عندها مش عايز اقول ايجو اللي هو بالحاجه السلبيه، ولكن اللي هو ايه، وعزه نفسي منعاني، والله عزه نفس عظيمه وحلوه وكل حاجه، بس عزه نفسك مش هتاكلك يعني. وانا ما بقولش ان انت هتروح تهين نفسك، انت هتروح تتكلم وبتعرض شغلك، انت مش رايح تقول لهم هتقولي صدقه يعني، انت رايح تقول لهم انا جاي في بيزنس، فما فيهاش اي مشكله. فيعني دي كده هاو تو كونكت. طيب انت دلوقتي عايز بقى تتفق معاهم على كورس، فاول حاجه ان انت بتختار التوبكس او المجالات اللي انت فاهم فيها واللي انت متخصص فيها. هتبدا في المجال مثلا بتاعك، طيب انا دلوقتي حد بروفيشنال بس ما دربتش قبل كده،
ففكره الانستراكشنال ديزاين او المناهج تصميم المناهج او الكريكولم ديفلوبمنت او ان انا اجهز اوتلاين لكورس ممكن مش فاميليار بيها قوي، مفيش مشكله، المصادر كتير، ادخل شوف كورس عن الانستراكشنال ديزاين هتعمله ازاي، ويعني ممكن ان انت تتعلم حاجه زي دي اونلاين من كورسات، او ان انت من خبرتك انت اوريدي خدت كورسات في المجال بتاعك، شوف الكورس ستراكشر بتاعهم كان ماشي ازاي. انا مثلا دلوقتي عايز اعمل كورس في اي توبيك سواء انا متخصص فيه يعني وهريته قبل كده كذا مره مع شركات كتيره، بعمل انستراكشنال ديزاين كل مره باجي اقدم فيه نفس الكورس تاني، بعيد تاني اشوف انا هقدمه لمين، هقدمه لشركات ولا افراد، الفئه العمريه، الهدف بتاع الكورس ده، الامثله بتاعته، الكاستمايزيشن بتاعه، كل مره بعمل ده. طب لو كورس انا لسه اول مره هعمل الانستراكشنال ديزاين بتاعه برضه ببدا كده، انا عندي النوليدج او الاكسبيرينس او الكيس ستاديز او الحاجات الامثله اللي هذكرها، بس في نفس الوقت بيبقى عايز اعرف الماركت فيه ايه. احنا دايما بنرجع للماركت افريج او بنشوف ايه اللي موجود في السوق، فببدا كده بسم الله وابدا في الموضوع. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا، فاجعل اللهم بحولك وقوتك الصعب علينا سهلا. اللهم يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم ابراهيم علمني، ونسمي الله كده وندخل ندور على الكورسات اللي موجوده اونلاين بالعربي وبالانجليزي، ولو بقى لغات تانية انت هتفهمها دور وشوفها، شوف الاوتلاينز بتاعتهم بيتكلموا في ايه. انت قبل ما بتبدا ممكن راسم في بالك كده، والله عشان اكلمهم عن كورس مثلا في البرودكت مانجمنت اداره المنتجات يبقى انا لازم اكلمهم في 1 2 3، محتاج اعرفهم يعني ايه منتج اصلا ويعني ايه اداره منتجات، بعد كده اعرفهم مثلا الاجزاء الاساسيه في اداره المنتجات زي مثلا البرودكت ماركتنج، البرودكت ديزاين، البرودكت ديفلوبمنت، بعد كده عايز اتكلم في كل عنوان من دول افصصه اكتر. انت حاطط زي يعني ماب بسيطه كده او خريطه مبدئيه للموضوع، بتبدا بقى تشوف الناس بتتكلم في ايه، فتلاقي ان في حد مثلا قبل ما يدخل في مثلا البرودكت ديزاين راح عمل حاجه ليها علاقه بمثلا الالوان، نظريه الالوان، ولا مثلا البرودكت ديزاين بدا يفرق ما بين اليو اي واليو اكس والسي اكس، فانت ما كنتش حاطط ده في الاوتلاين بتاعك فاروح حاطه. مثلا لقيت حد بيزود حاجه في البرودكت ماركتنج ان هو بيتكلم على البيزنس مودلز المختلفه اللي ممكن احطها في الموضوع وهكذا، فبشوف الناس بتتكلم في ايه وانا كمان اقدر اتكلم في الحاجات دي ازاي، وباخد منهم مثلا العناوين وبعدين بحط انا الكيس ستاديز بتاعتي وبعدين اتفرج على الكورس واشوف هم بيقولوا ايه. ما يمكن انا اصلا وانا بعلم الناس انا بتعلم، يعني في مقوله كده او في كوت يعني بيقول when one teaches two learns to learn، when one teaches يعني واحد بس اللي بيدرس في اتنين بيتعلموا، ده على اساس ان انت ايه واحد بيدرس واحد قدامه، انا دلوقتي بعلم شخص واحد فانا وانا بدرس له احنا الاتنين بنستفاد، when one teaches to learn. بس اللي بيحصل هنا بقى ان when one teaches لو واحد بيقدم كورس يعني هو كده بيعلم مئات او الاف الناس، ساعدهم يفتحوا بيوتهم، ساعدهم يترقوا في وظائفهم، يتعلموا مهارة يكسبوا منها ويصرفوا على بيوتهم وهكذا. فيعني لو ما انت وانت بتحضر للكورس انت نفسك بتستفاد، انت نفسك بتتشجع ان انت تدور اكتر، الموضوع بيبقى عامل زي السكر كده اللي حطيته في كوباية الشاي وما تقلبش، فانت لما كل ما بتقلب كل ما بيزداد الشاي حلاوة، فانت كمان المعرفة والعلوم بتاعتك دي موجودة عندك وانت حد خبير جدا جدا. انا دلوقتي ما بتكلمش على حد ما عندوش خبرة، انا بتكلم على واحد بروفيشنال جدا في شغله وعنده خبرة كبيرة، كونك بتتعلم او ريليرنينج او الامفاسيز على التعلم تاني ده بيخليك انت كمان تستفاد او تبص للمعلومه اللي انت ذكرتها من سنين تبص لها ببرسبكتيف تاني خالص بيساعدك انت في شغلك. ده جزء الانستراكشنال ديزاين، ان انا ببدا اشوف الكونتنت وبعدين بضيف عليه الكيس ستاديز بتاعتي. يا سلام بقى لو بعمل لوكال كيس ستاديز، انا شفت كورس اجنبي وعمال يكلمني في اسامي الشركات ما اعرفش عنها حاجه وكيسز مرتبطه باللوكال سيركمستانس بتاعتهم او القوانين والضرائب واللوائح الجوفرنس بتاعهم هم هناك، فالموضوع ده مش بيفت معايا انا هنا. ففي الحاله دي لو انا بقى حطيت كيس ستاديز مناسبه للسوق اللي انا بكلمه ده هتبقى اعظم حاجه. بجهز الكلام ده، بعد كده بجهز الباوربوينت بتاعتي، او لو انا هتكلم مع اوتو كيو، لو انا ببقى مسجل اوتو كيو تكست كامل او سكريبت كامل بقراه من الكاميرا فببدا اكتبه، او لو انا هيبقى معايا فيجوال ايد
انا اللي بجهزها للموقع اللي انا هكون بتعامل معاه ده، ويظهروها قصادي او تظهر جنبي وانا بتكلم وهكذا. فببدا اجهز الكونتنت بتاعي. طبعا جزء الانستراكشنال ديزاين ده في بعض الويب سايتس بتتدخل معاك فيه، يقول لك لا والله احنا عايزين نرتب الموضوع ده يجي قبل ده، طب الكوجنيتيف لود هنا هيبقى تقيل في الفيديو ده، خلينا نقسمها على فيديوهين، طب الحته دي كده هتبقى قصيره قوي، ممكن نتكلم في حاجه زياده. في مواقع بيبقى عندهم instructional designers يدخلوا معاك في الموضوع، في مواقع بتقول لك خلاص احنا عارفين ان انت خبير وشوفنا السي في بتاعك والاكونت بتاعك اللينكد ان وخبرتك في فيديوهات قبل كده او كورسات قبل كده، فانت اللي هتسوق يعني وما فيش اي مشكله، وبيسيبوا لك الدركسيون كله يعني. فعادي بتمشي كده او بتمشي كده، ده كويس وده كويس يعني. لو انت عندك خبره او ما عندكش يعني، ده اكتيفيتي لذيذ ممكن تستفاد منه، ممكن لا، ممكن في ناس بتشوفه ليميتنج ليك، ان يا جماعه خلاص انا جاي انا عارف الكورس انتوا مش فاهمين في المجال بتاعي قد ما انا فاهم يعني. هي بتبقى فيها مناقشات كتير لغايه اما نوصل لافضل شكل للكورس بتاعنا. نيجي بعد كده لنقطه الديلز، انا بكسب ازاي من الموضوع ده. مينلي بيكون فيه طريقتين للمواقع دي، اللي فيهم يعني مكسب منهم هم مباشر، وفي طريقه ان انت بترفع الكورس عندهم وخلاص. خلينا نبص على الطرق الثلاثه دي واحده واحده. اول طريقه بتتسمى بروفيت شير، ودي في الغالب بتكون 30%، بتبقى التلت والتلتين، انت بتاخد التلت وهما بياخدوا التلتين. ممكن شركات تدي لك 40، ممكن شركات تدي لك 25، بس يعني الافريج ان هو بتتقسم 30 70 مثلا او تلت والتلتين. اللي بيحصل هنا ان انت بتروح تسجل الكورس وتمشي، وبعدين كل ربع سنه كل 3 شهور بيبعت لك تحويل بنكي، او بتروح تاخد منه شيك، او ايا كانت الطريقه اللي انتوا هتتفقوا مع بعض عليها، ان هو بيبعت لك الحاجه دي او الفلوس دي او المكسب بتاعك. ده البروفيت شير. الطريقه الثانيه ان بيبقى بيشتري منك الكورس وانت مالكش دعوه، بقى انا هبيع الكورس ده ب 100 جنيه، هبيعه ب 1000 جنيه، هبيعه مره، هبيعه 1000، انت مالكش فيه. انا دلوقتي والله هشتري منك الكورس ده مثلا ب 8000 جنيه، ب 10000 جنيه، هشتريه ب 2000 جنيه، زي ما تتفقوا انتوا مع بعض. وفي اكتر من طريقه للحسبه دي، هنتفق مع بعض عليها ازاي، بس دي طريقه وهندخل في تفاصيلها كمان شويه. الطريقه الثالثه ان هو تكون موقع بيطيح ليك انك ترفع الكورس بتاعك عليه، عشان يعني انت اللي بتصور وانت اللي بتمنتج وانت اللي بتعمل الفيديو وانت بتعمل الرفع وكل حاجه، وهو بس بيهوست الموقع، بيهوست الفيديو. في الحاله دي هو طبعا اللي بياخد التلت وانت اللي بتاخد التلتين. لو هو موقع مشهور ممكن التلت بتاعه يزيد شويه يعني، لو بنتكلم على موقع زي يوديمي مثلا، لا هو بياخد اكتر من كده بكتير، على حسب هو اللي جايب الكلاينت ولا انت اللي جايب يعني. مثلا هو دلوقتي بيهوست الكورس بتاعك، فانت دلوقتي اللي عملت تسويق وجبت الناس من خلال لينك عندك انت، انت اللي جايبه يو تي ام بتاعك انت، او لينك خاص انت اللي مشيره في جروبس عندك، فساعتها انت مثلا اللي بتاخد 80 وهو ياخد 20. لو الناس جت من خلال الكامبينز بتاعته، الحملات التسويقيه بتاعه يوديمي، فممكن الرقم ده يتقلب، تبقى انت اللي بتاخد 20 وهو اللي بياخد ال 80، لان هو عامل لك هوستنج وهو اللي عمل الماركتنج وجاب الناس وكل الكلام ده. طبعا هو بياخد كمان فلوس عشان هو اللي بيعمل الترانزاكشن او الفاينانشال كوليكشن، هو اللي بيعمل والناس بتدفع فلوس عنده هو، وبعدين هو اللي يحولها لك يعني. فده موديل، الموديل بتاع وان تايم بيمنت. ففي ناس بتحسبه على احنا بعد ما هنصور الكورس ونعمل مونتاج، فاحنا متفقين ان مثلا الساعه ب 3000، الساعه ب 5000، فانت بعد ما هتصور الكورس انت جيت عندنا بقى قعدت معانا ساعتين، قعدت معانا 8 ساعات، في الاخر صورت ساعه بعد المونتاج، هنحاسبك على الساعه دي. في طريقه تانية، والله الكورس هيعمل ساعه، هيعمل 3 ساعات، احنا هندفع لك مثلا 7000 جنيه في الكورس ده. فهي خلاص انت صورت نص ساعه زي صورت 3 ساعات، هو المبلغ ثابت. فكل شركه بتحطها بطريقه مختلفه. في شركات مثلا بتقول لك والله لو احنا اللي هنكتب لك السكريبت على الاوتو كيو يبقى انت هتاخد فلوس اقل، انت هتعمل الكونتنت وهتيجي تسجله وهتكتبه على الاوتو كيو السكريبت فهتاخد مبلغ. الموضوع بيختلف، كل شركه وليها الطريقه بتاعتها. البروفيت شير، انت ما بتكونش ليك تدخل في سعر الكورس، والله هيبيعوا الكورس ب 300 جنيه، هيبيعوه ب 50 جنيه، هيعملوا عليه عروض، انت هتاخد 30% من الفلوس اللي هتجيلنا ايا كان بقى احنا بعناه بكام. دي كده الثلاث طرق. طيب انا بشتغل بايه؟ انا بشتغل بالوان تايم بيمنت وبس على كده. انا هبيع لكم الكورس، ويا عم انا راجل ببص تحت رجليا وعايز على قد الفلوس اللي انا هبيع لك الكورس ده ب 10000 جنيه وانت هيكسب منه مليون جنيه، ما عنديش مشكله. انا بحب الطريقه دي وبتبقى فير بالنسبه لي اكتر، لان تعاملت مع بعض الويب سايتس انا تعبت وجهزت وجيت صورت وفضيت نفسي يوم كامل عشان اصور لك، وبعدين انت ما قمتش بالماركتنج،
انت ما عملتش الشغل بتاعك، انا كده اشتغلت وانت ما عملتش شغلك وانا ما خدتش حاجه منك. فلا انا يعني ايه البكا على راس الميت، احنا هناخد، انا اخد فلوسي وانت خد كورسك وتعامل فيه براحتك. هل ده اللي بنصح بيه كل الناس؟ لا، انا بنصح الناس دايما ان لو انت دي اول فرصه او اول مره ان انت تصور كورس، صور ان شاء الله لو هتدفع فلوس. يعني مفيش مشكله، يعني مش للمستوى ده ان انت اللي هتدفع لهم فلوس عشان يصوروا لك يعني. ولكن في منصات يعني بتقول لك ان انت هتدفع فلوس عشان ننتج لك الكورس وانت اللي تروح تبيعه بعد كده. بس انا بتكلم على المنصات اللي هي عندها الكورسات، عندها هي ويقول لك احنا هنشتغل بروفيت شير. قول له ماشي مفيش مشكله، هيقول لك انت هتاخد 20 واحنا ناخد 80. ماشي، في الحاله دي انت اول مره تقف قصاد كاميرا، انت اول مره تسجل كورس، انت اول مره تحضر كورس، فالحاجات دي كلها انت عايز تجرب فيهم. يعني انت هتجرب، والله مش بقول ان انت هتخسرهم او انت هتعمل لهم حاجه وحشه، لا، بس انت الناس بتقف قصاد الكاميرا بتنسى اسمها، الناس بتنسى المجال بتاعها، بتنسى اسم الشركه اللي هم شغالين فيها. الوقوف قصاد الكاميرا ليه رهبه ووضع صعب جدا، انك تقعد في استوديو وتبقى بتكلم كاميرا مش بتكلم ناس. لو انت يعني اصلا ترينر وبتدي كورسات اوفلاين، في ناس ما بتعرفش تعمل ده، يعني بقى له سنين في التريننج فيلد وبيقف وسط ناس، يقف على مسرح بس يقف قصاد الكاميرا خلاص. فانت جرب فيهم عادي، ومش بقول جرب فيهم برضو بناحية سلبية، انت هتدخل الموضوع ده عايز تاخد جرأة شوية على الكاميرا، مفيش اي مشكلة، وبعد كده موقع واثنين او كورس واثنين تبدأ ان انت تنجوشيت في حدة لا هي فيكسد بايمنت او وان تايم بايمنت، ده برضو it's up to you. في ناس بتعملها for passion مفيش مشكلة، انا بحب التصوير جدا، انا يعني مصور 25 كورس، عايز صور 25 كمان، فانا بحب اقعد قصاد الكاميرا واسجل كورسات وادي تريننجز كتيرة، بس في نفس الوقت عايز فلوس يعني. فبراحتك، كل واحد بقى بيشوف ايه هي الحاجة المناسبة لي وعلى اساسها بيعمل الديل مع الناس دي، ايا كان هو هيكون ايه المناسب لي في الاخر. طيب نيجي في الديلز دي، انا هضمن حقي ازاي؟ الضامن هو ربنا. يعني مفيش حاجه هتقدر تضمن بيها الموضوع قوي، انت الموقع بيبقى مدي لك اكسس على داشبورد بتاعهم، او يعني انت بتقدر تشوف الكورسات بتاعتك اتباعت كام مره لو انت يعني في نظام البروفيت شير. يعني مفيش حاجه تضمن، يعني ما هو الموقع بتاعهم والداشبورد بتاعهم وكل حاجه بتاعتهم، بس يعني احنا بروفيشنال كورتسي او في يعني اتفاق كده احترافي ما بيننا، والله ان الموقع ده كويس فانا هشتغل معاه. للاسف بسمع عن مواقع بتبيع كورسات وعندهم انفلونسرز بيبيعوا بتاعه وبعدين ما يبقاش بياخد فلوس او ما بيديش للمدربين. فيكون حاجه كويسه دايما انك تسال الناس اللي اوريدي كانت على الويب سايت ده. يعني مثلا حد كان بيقول لي والله احنا معانا فلان بياخد 80,000 جنيه في الكوارتر وبيبيع، احنا عندنا مبيعات عاليه جدا وبنبيع في الخليج ومعانا فرق العمله ومش عارف ايه. رحت سالت الناس، قال لي انا معاهم بقالي اكتر من 8 شهور ما خدتش جنيه. خلاص يا عم كل سنه وانت طيب، شكرا. في ناس تانية يعني اكتر من الارقام اللي بقولها لك دي عادي وعاملين الارقام دي حلو. الموضوع طبعا بيختلف على نوع الكورس بتاعك والاودينس بتاعه والناس اللي هيبقى فيه طلب كتير على الكورس بتاعك ولا لا. يعني انت بتارجت نيش ماركت قوي، انت بتكلم ناس اللي هم بتدي كورس للناس اللي بتتكلم الماني فهيشتغلوا ازاي يدرسوا الماني فعدد قليل قوي. لكن هو بتكلم في البيرسونال براندنج مثلا توبيك لكل الناس، ففي الحالة دي الكورس ده هيبقى ممكن مبيعاته أكتر والأرباح بتاعته أكتر وهكذا. بس احنا بنتكلم على عنصر المصداقية بعيدا عن المبلغ نفسه. فأه أكيد إنك تروح تسأل ناس تعرف البروفيت شير ده هيكون كويس ولا لا. أنا بالفعل شغال مع مواقع بالبروفيت شير ومبسوط جدا جدا جدا، ولو كنت أنا خدت فيكسد تايم أو وان تايم بايمنت أو فيكسد بايمنت كنت أنا اللي هبقى خسران. فالواحد يعني بيستخير ربنا قبل كل حاجة أو قبل كل قرار وقبل أي اتفاق وبيتوكل على الله. مواقع تانية لو كنت دخلت معهم بروفيت شير أنا كنت هبقى أنا الخسران ومش هاخد منهم أي حاجة حرفيا يعني. فالواحد يعني بيتوكل على الله في كل الأحوال يعني. نيجي بقى لمرحلة يعني إيه ليلة العمر بقى، إن أنت هتقف قصاد الكاميرا أو ده اليوم الفرح بتاعك بقى، إن أنت هتروح تسجل الكورس فعلا. في ناس بتسجل الساعة بعد المونتاج يعني الفاينل ساعة بيسجلها في 4 ساعات، في ناس بتسجلها في ساعة وربع. ده مش بقول ان اللي بيسجلها في 4 ساعات ده حد مش كفء او حد يعني مش شاطر، لا عادي. انا بسجل الساعة تقريبا في ساعة وربع او ساعة وثلث بالكتير قوي. الموضوع بيبقى وان شوت، ما فيهوش تقطيع كتير،
خلاص انا متعود على الكاميرا ومتعود على التوبكس اللي بدرب عليها، فالدنيا بتبقى بيس بالنسبه لي. في حد لا هو مش متعود على الموضوع ده، مدربش عليه كتير، او اصلا رهبه الكاميرا انه يقف قصاد الكاميرا او يقعد قصاد الكاميرا، مش لازم يبقى واقف، ان هو يتكلم يعني للكاميرا، بيبقى الموضوع صعب بالنسبه له. فيعني مره في التانية بتتعود اكتر، وما بتلاقي نفسك انا حبيتش الموضوع قوي وتبقى عايز تسجل كورسات كتير عادي. ففي ناس كتيره بتوصل للمرحله دي يعني. فانت في يوم الكورس توكل على الله، قبل ما تبدا كده يعني رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي، وتدعي ربنا انه يفتح عليك وتجدد نيتك انت ليه بتعمل الكورس ده اصلا، او انت بتسجله ليه، وتفتكر انت جاي هنا ليه، وتفتكر ان دي زكاة علم، تفتكر كل يعني كل الاسباب اللي احنا ذكرناها في بداية الفيديو. فده هيكون كويس جدا جدا بالنسبة لك ان انت يعني يدي لك بوش كده كويسة، زكاة العلم، وان ربنا يفتح عليك بيها، دي حاجة تكون كويسة. طبعا الشخص اللي بيكون ورا الكاميرا عليه عامل كبير جدا جدا، كان في تجارب مش احسن حاجه ان الشخص يبقى هو مكشر او مش متابعك او وصف موبايل او مش عارف ايه، في حد هو عمالي يقول لك تمام وكمل ويلا وبتاع وحلو قوي انا استفدت جدا، ويروح مناقشك في الفيديو اللي انت مسجله ويحسسك كده ان في انجيجمنت، حتى لو هو مش فاهم في الحاجه دي بس هو يعني عايز يديك سبورت كده، فانت بتحس بالسبورت ده. في كل الاحوال مش دايما يعني هيبقى البيست كيس سيناريو موجود، بس انت يعني لو حابب ان يكون معاك حد يسابورتك في اليوم ده مفيش مشكله انك تاخد حد معاك، عادي اتفق معاهم في اليوم ده ان يكون معاك حد، اتفق مع الشخص يعني المسؤول او عن التواصل او الاستوديو مانجر او غيره. بس فده هيبقى يوم التصوير. نيجي بقى لما بعد التصوير، you have to record your financials. دايما كل حاجة نقيسها ونكتب الارقام اللي جاية لنا من كل ويب سايت او من كل كورس، نبقى عارفين احنا الناس دي كويسين ولا لا، نصور معهم تاني ولا لا. انا مثلا مصور مع ينفع 7 كورسات لغاية دلوقتي، وان شاء الله يزيدوا كمان. اماكن تانية مصور معاها 4 كورسات، اماكن 5 كورسات، اماكن كورس واحد، مش برضه عشان في اكتر من موقع مصور معاه كورس واحد، مش معنى كده ان انا مش عايز اصور معاهم تاني، بالعكس يعني عايز اصور معاهم تاني، بس يمكن ما اتفقناش على التوبيك المناسب او الوقت المناسب او غيره يعني. بس اللي اقصده ان انت بتشوف مين الموقع اللي انت فعلا حبيت تتعامل معاه قوي فاينانشلي ونون فاينانشلي الاثنين يعني، وبتريكورد ده عشان تبقى عارف وتاخد يعني بنسميها الايديوكيتد ريسكس او الكالكوليتد ريسكس. فالايديوكيتد ديسيجن بتاعك ده هيجي منين؟ ان انت هتشوف والله ادوس هنا اكتر ولا هنا، طب ايه المواضيع اللي جابت لي فلوس اكتر، المواقع اللي جابت لي فلوس اكتر. كمان بتقدر تقارن ما بين ال 9 to 5 وال 5 to 9، يعني الوقت الشغل بتاعك الفول تايم اللي هو من 9 ل 5، وبعدين من 5 ل 9 بقى ده الوقت بتاعك انت اللي بعد الشغل. فجزء الفريلانس بالنسبه لك هل تكونسيدر اصلا فكره التريننج اكتر ولا لا، تديها وقت زياده في الويك اند بتاعتك مثلا ولا لا. فالارقام هي اللي بتتكلم، ماني توكس او الاستاتستكس هي اللي بتاخد القرارات في الاخر. فريكورد الارقام بتاعتك. طبعا مش هقول ان حد يبقى ترينر بس ويسيب الفول تايم جوب بتاعته لو هو عنده فول تايم جوب، لان طبعا في وقت الكورونا جت ال ان دي ديبارتمنت اللي هو ليرنينج اند ديفلوبمنت في الاتش ار عملوا بادجت كاتس، ممكن كان ده اثر كثير على زمايلنا المدربين بس اللي هم بيشتغل مدرب بس، فمش ده يمكن احسن قرار. بس ان انت تبقى مسجل ارقامك كلها او مسجل كل الاحصائيات بتاعه الفلوس اللي بتدخل لك، فده بيكون مساعد ليك جدا. بس كده يعني ده اللي كنت حبيت اشاركه معاكم بخصوص المواقع والكورسات، وبالتوفيق ان شاء الله في الكورسات اللي انتوا هتسجلوها قريب على اي موقع.